حادث مرور هاي ما تشوف. والله مصيبة كبيرة. طوموبيل يعني جابها ربي سلامات الحمد لله. أخوتي دائما في التعني سلامة بالعجل، أنا دائما الإنسان راه يندم غير في الأخر. هاكم تشوفوا غلطة تاعه واسمو شوف، يعني كارثة كبيرة. وتخاف دائما يعني كي تكون السيركيلاسيو حابسة كيما هكذا الأخر. هذه في الخرجة تاع عين تاغروت راس الواد. الانسان يشوف الناس كيف راه دير فودي تريس طريق راهي بلوك يا خلاص. الله يحفظنا ويحفظكم، سيعدوا رواحكم على قد ما تقدروا في التأني سلامه في العجل ندامه. ربي يحفظكم ويستركم. هذا الايام راه يعني تصب المطر وسخانه والناس راه تتعب، وخاصه الناس اللي عندها مسافات طويله. سيعدوا رواحكم سيعدوا رواحكم على قد ما تقدروا. الانسان النعاس راه اصعب حاجه، النعاس التليفون هذو الحوايج الانسان ميريسكيش. شاف الانسان روحو عيان ولا حاجه يقاري يرتاح 5 دقائق 10 دقائق، يدخل المحطه يريبوزي شويه ومن بعد يكمل المسار. ربي يحفظكم ويستركم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.